تفاصيل صغيره وكتيره، مش بالضروره ان تكون التفاصيل دي في رحله عمر ممتده، ممكن يبقى حد شاب وناجح في مجاله، بس برضو التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتكونه. لا تنسى، يعني هو جاي من طنطا، من منطقه الترعه، هو دخل صيدله، كان بيذاكر صيدله وبيذاكر موسيقى، كان يدخل مسابقات ويكسبها على مستوى الجامعات، وكمان يدخل حفلات ويقدم سولوهات. الوضع المالي طبقه متوسطه، يعني كان عشان يدخل معهد الموسيقى العربيه ما كانش قرار سهل انه الناس او اسرته تاخد من مدخراتها وتعلمه هنا وهنا زي حال كتير من الاسر المصريه. والمحافظة على فكرة نظرا لتفوقه عافته من جزء كبير من المصاريف. تفاصيل لها علاقة بحلمه، تفاصيل لها علاقة ببدايته، يغني قديم ولا جديد، ولا يغني الاثنين، يغني شعبي ولا يغني عاطفي، ولا يغني الاثنين. الحقيقة انه ملامحه وصوته وهو ده الاهم، فيه سماحة تخليك تحسه دايما انه قريبك، او على الاقل اللي بيحبوا صوته دايما بيحس انه هو واحد من العيلة، انه الصوت ده قريب، الصوت ده مش غريب عنهم. احنا مع مطرب شاب الحقيقة انه خطواته الاولى وصوته واداؤه بيخلوه اقرب ما يكون من كل اللي بيسمعوا. تفاصيل بعضها مفرح وبعضها مش مفرح خالص، مش مفرح نهائي، هي اللي بتكون المطرب الشاب والصوت الجميل احمد جمال. كل واحد فينا بيحب وبيتحمل، بيعيش أحلام فيها الصدق وفيها الكذب. كل واحد فينا بيحب وبيتحمل، بيعيش أحلام فيها الكذب. بس اللي انا عشت معاك مش احلام، مش اولاد، كان كل حب حب بس عند اللي يحس. بس اللي انا عشت معاك مش احلام، مش بس اللي انا عشت معاك مش احلام، مش اولام، كان كل حب حب بس عند اللي يحس.
انا عشت معاك مش احلام مش اوهام كان كل حب حب وبس عد اللي يحس أغنية جديدة للمطرب أحمد جمال، والحقيقة إن هي عاملة شغل. يعني لما دخلت بقى على المشاهدات في اليوتيوب وسألت الجماعة لقيت الحمد لله الأغنية اتوفقت جدا. أنت لسه منزلها؟ يعني هي الأغنية يمكن على اليوتيوب عاملة 2 مليون فيو شوية، نزلت في فبراير. ومن الحاجات يعني بعتبرها بقى بداية يعني الخطوة الأولى بقى من بعد. أنت أول معرفتك بالناس كان من خلال التصويت، ملايين صوتوا لك، وبعد كده تخطيت المرحلة دي وبدأت مشوار حقيقي، واحد عمال يدور على أنه إزاي يأسس لمشواره اللي جاي إن شاء الله، واللي زيك بيعرف إزاي يعمل مشوار حلو بإذن واحد أحد يتحقق لك. انا عرفت ان انت كنت احيانا بتغني في افراح شعبيه زمان. يعني بدات مثلا في الافراح، كنت بغني في 2006. او انت بالنسبه لك 2006 ده زمان قوي؟ كنت لسه عندي تمام 2006 8 سنين. بنتكلم في 8 سنوات يعني. قعدت 3 سنين. يعني التسعينات دي بقى عصور الانسان الكهف. نعديها بقى. الله. لا مش عديها يا احمد. 2006 زمان قوي. كنت معلش اهلك ازاي؟ ده دول طبقه متوسطه وناس بيحبوا العلم وعايزينك تدخل صيدله، ازاي كانوا يخلوك تسرح وتروح افراح شعبيه؟ هو يعني كان في شويه ثقه، اللي هو احمد بيذاكر واحمد واخد باله من المذاكره، فخلاص هو شايف هو بيحب المزيكا وهيعرف يوازن بين ده وده، فهو شايف هو بيعمل ايه. لا يعني خليك اكثر صراحه. كانوا يعني بيشجعوك يقولك يلا يا احمد انت عندك فرح شعبي النهارده؟ لا لا ولا كانوا مضايقهم؟ لا خالص ما كانش مضايقهم. لا يعني انا عارف الموسيقى العربيه بيشجعوك، انما ده يعني اصل هقول لحضرتك على حاجه. يعني هي الافراح دي برضو كانت بتدر دخل وقتها، يعني كان وقتها ده مصدر دخل بالنسبه لي، فانا ما كانش ينفع ان هم يمنعوني يعني، وهم ما كانوش ممنعين اصلا. يعني ما كانش في يعني كانش في مثلا إيه؟ يعني كنت بتاخد كام في الفرح يا احمد؟ ايه كنت بتاخد زمان قوي في 2006 كانوا بيدوا لك كام في الفرح؟ شوف الجنيه كان بكام ساعتها تاني. لا 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 يا جماعه انا ما انا والله بدات من اول 30 جنيه. ده كان يبقى فين بقى؟ في طنطا. في طنطا نفسها. في مدينه طنطا. 30 جنيه تغني بيهم بقى قد ايه؟ يعني هو الفرح كله 3 ساعات. 3 ساعات ب 30 جنيه. اه ويوم ما يبقى فرح كده جامد ممكن تاخد كام؟ 50 جنيه على طول. يعني ورقه مقفوله يعني. ده انت قلت لي انه ده كان بيبقى مصروفك او بيساعدك في المصاريف. الشغل في الافراح. مظبوط. يعني كنت في سنه كام كده وانت مجهودك موزع ما بين مذاكره ومعهد موسيقى وشغل بعد الظهر؟ كان كنت في اولى كليه. اولى كليه. اول ما دخلت الكليه بدات اشتغل بقى. اول ما دخلت صيدله. لا احكي لي اكتر عن المرحله دي. يعني هي كانت بصي اول سنه طبعا كليه، يعني انا واثق مليون في الميه اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي في اولى كليه عارفين قد ايه التوهان اللي بيحصل في اول سنه في صيدله عامه خصوصا في ولا كلية. في اي كليه؟ في اي كليه. تمام. مرحله اللي هو اللخبطه اللي في الاول دي بتبقى محتاجه شويه يعني دعم كده من الايه الناس الكبار في الكليه. تمام. فانا كنت بهرب شويه من الكليه بحته المزيكا. يعني حاسس انك غلطت انك دخلت صيدله؟ لا مش غلطت طبعا، لا بس هي كليه بصراحه صعبه. طبعا صعبه يعني ده معروف كليه صيدله صعبه، يعني محتاجه مجهود، محتاجه مجهود بعد الظهر زي ما انت قلتي. بس انت طالب متفوق برضو علمي مظبوط. بس يعني الجهد كان متقسم بقى على جزئين، يعني انا كنت بخلص كليه الصبح وانزل اشتغل بالليل. كانت هي المعادله الصعبه كده. ان انت وانت بتذاكر وموهوب بقى لك سنين اهو،
قلنا ما كنتش او قلنا كنت بتلحن الدروس او المعادلات، يعني واحد زيك كان بيحصل. ها كان في حاجات كده فعلا. فاكر حاجه يعني؟ بس اكتر كان في الثانويه العامه على فكره. قول يعني إيه كنت بقعد الحن، كنت بحب قوي دروس البلاغه. ايوه، وبمسك النص كده اغنيه علشان احفظه، علشان لما نيجي في الامتحان يبقى اغنيه يعني. نص زي ايه بقى؟ زي مثلا قفي قبل التفرق يا زعينه مثلا، حاجات اللي هي بتاعت المتنبي بقى وابو علاء المعري والناس اللي هم القدام دول. كنت تلحنهم ازاي بقى القصائد دي؟ يعني كان عنتر مثلا بيقول لعبلة وبيض الهندي تقطر من دمي، اللي هو ولقد ذكرتك ورماح نواهر مني وبيض الهندي تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. دي أنا حافظة. انا حافظاها عشان عنترة مش عشان اتلحنت يعني. حافظاها عشان من اجمل ابيات الغزل في البشريه كلها. ده مثال يعني. انا كنت بقى باخد كل الحاجات دي يعني. مثلا احنا قلنا ايه؟ ولقد ذكرتك. ولقد ذكرتك ورماح نواهر مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لامعت كبارق ثغرك المتبسم. الله. أهم حاجة إن الجيتار دخل في المنهج على طول، على طول. وده ممتاز. احنا معانا أساتذة طبعا كبار يعني، بوجه لهم تحية كبيرة طبعا. أنا برحب بكل الفرق الموسيقية. هي فيروز بتغني أبيات عنترة بن شداد بس طبعا بلحن تاني خالص غير اللحن اللي ألفه عنترة أحمد جمال. ايه اللي كان يفرح اهلك اكتر، الصيدله ولا الصيدله كان فرحهم اكتر؟ لان دي كانت وصيه جدي الله يرحمه. يعني هو جدي توفى سنه 97 الله يرحمه، وكان يعني انا في الوقت ده كان 9 سنين. كان يقول لها، كان يقول لي يا دكتور احمد، وكان يقول لماما، قال لها ابنك هيطلع دكتور. فكانوا دايما الحته اللي بيمسكوني منها اللي هو ايه، ما تكسفش جدك يعني، يعني ايه اعمل بقى اللي جدك قال عليه. الله، ده انت طيب قوي يا احمد. يعني انت شفت علمي صيدله بصعوبتها دي عشان خاطر جده اللي توفى وانت عندك 9 سنين. مظبوط. ده انت تبقى طيب قوي يا احمد. يعني طب ايه غلط ارجع تاني طيب؟ لا بس قصدي انه لا، دي حاجه لطيفه قوي انه الحمد لله. بس كل المراحل دي انت عديتها وانت بتغني. دي يعني طول الوقت كنت الغنى معايا من صغري، والحاجات دي بقى جنب الغنى يعني. ايه اوائل الحاجات اللي انت كنت بتغنيها وانت صغير؟ كانت اول حاجه غنيتها في حياتي حرمت احبك لوردة الله يرحمها. وكان قبل دي كمان موسيقى النهر الخالد لما كانت بتتذاع على القناه الاولى. كان دايما تيجي كده لقطات لنهر النيل ومش عارف مسافر ذو الخيال. بس كان المزيكا بس بتطلع. طبعا. فانا كنت كان بابا بيستغرب اشمعنى حافظ المزيكا. كان هو من هنا بقى بدانا المقدمه الموسيقيه الرائعه بتاعت عبد الوهاب. تن ري را 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 ري را 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 تي را را Oh.
ودي جديده. احمد جمال غنى المقدمه الموسيقيه وما غناش الاغنيه. لا انا كنت بعمل كده. ما هو ده اللي انا كنت بعمله. يعني انا كنت بقول كده ري دا را ري دا را. يعني انت على طول اهلك فهموا انه احمد ده بيحب الغنى وبيغني ومركز في اي حاجه فيها مزيكا. مظبوط. ايه اللي خلاك تدخل في القديم قوي بقى؟ يعني عبد الوهاب، عبد المطلب، كان فوزي. بابا برضه. بابا كان هو السبب في كل اللي بيحصل لي دلوقتي. طب بوجه له تحيه كبيره طبعا. بالتاكيد بالتاكيد بالتاكيد. طيب انت ابتديت حياتك العمليه وابتديت تعمل اغنيات ليك وعملت تتر في رمضان لمسلسل كان عليه جدل كبير. المسلسل مش انا. لا انما التتر بجد كان مميز جدا في فكرته وفي صوت احمد جمال. غنينا يا عم نقول قبل المحطه. ماشي اتفضل يا استاذ. اوكي. قطر المحطة وركاب لقى وفراق بين الأحباب والناس مراحل ده جاي ده راح والظاهر كلنا أبرار سافروا كلنا في طابور كله بأوانه له دور بحر ومراكب نازل وراكب زال الدهب والباقي تراب في السكة مش غلطان وزنه بلاش كانوا أغوان والكل عشمان في التوبة مهما تعددت الأسباب بس السكة مش غلطان وزنه بلاش كانوا أغوان والكل عشمان في التوبة مهما تعددت الأسباب هنطوب ونهدى ولا نخاف انويها ربك هيسويها خاف منه هيديك اضعاف صفروا كلنا في الطابور كله بأوان دور بحر ومراكب نازل وراكب زال الدهب والباقي تراب مش غلطان وسط بلا اشكال والوان والكل عشمان في التوبة مهما تعددت الاسباب بس الثاني مش غلطان وسط بلا اشكال والوان والكل عشمان في التوبة مهما تعددت الاسباب قطر ومحطة وركان لقى وفراق بالأحباب والناس مراحل ده جاي ده راح والظاهر كلنا أبرار صفروا كلنا في طابور كله بأوان ودور بحر ومراكب نازل وراكب زال الدنا والباقي التراب. احنا بعد الفاصل هنكمل مع احمد جمال صوت وصبوح ووجه صبوح
مع بداية عام جديد إن شاء الله. المغادرة هتبقى بحدود دلوقتي. قالولك شبابي ضعيفة وعميلة، رفضت الإهانة وهتفت كمان. عايزين بقى نسمع دول. انت السلطان حن على الغلبان، المية في ايديكي وعدوية عطشان. اليوم كان المفروض انك تغني اغنية سولو. اه تعرفت منين كمان؟ عمار الشريع الله يرحمه قال في حقك جملتين من ذهب. أرجوكوا اسمعوا صوت هذا الشاب باهتمام، الواد ده قرينا ودارسنا وعارف عربي كويس قوي 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 قوي. يا ولدي مفقود.